انت تقعد تشتغلهم وتحور عليهم وفي الاخر تلبسنا ايه؟ ان شاء الله اعدم الواد سكرينه واقعد في الاوضه لوحدي. الكلام اللي بقولك ده مظبوط. يعني ايه؟ ده اكيد راجل ابن حلال صاحب الشقه ده. والله بالعكس، ده راجل ضلالي وياكل مال النبي. طب هيعمل كده ليه؟ اصل الشقه عبد الله مش عايزه تتاجر. ايوه قول كده، اكيد الشقه مشبوهه. لا مسكونه. يا فين اخوتك يالا؟ عايز تقعدني انا وامي في شقه شرك؟ فين اخوتك يالا؟ الله 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 الله. ايه يا عبد الله انت كده فهمتني غلط. ده انت حبيبي عبد الله وانت عارف كل المشكله ان طلع على الشقه دي سمعه انها مسكونه من ساعه ما السكن اللي قبلك شنق نفسه فيها. ايه يعني الشقه دي معفرطه وكده؟ اه معفرطه عبد الله. ابوك اسود. انا ماشي. استنى بس يا عبد الله، يعني هتبيت امك واخواتك في الشارع يا عبد الله؟ احسن ما تفشخ من العفاريت. استنى بس يا عبد الله، بيتهم النهارده في الشارع، بكره هتعمل ايه؟ ها وصلت؟ طب بقول لك ايه؟ الموضوع ده سر ما بيننا، ها؟ انت عارف دول بيخافوا من خيالهم. كبير يا عبد الله كبير. طب لو قول لي، هو الراجل ده شنق نفسه في انهي حته؟ في المطبخ جوه. المطبخ؟ ياما. اصبر ياما يمكن تصرف. تصرف ايه يا عبد الله انت كمان؟ هو عفريت؟ الله 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 الله. ايه عبد الله صاحي ولابس وفتح من اول خبطه؟ ايه النشاط ده كله؟ نشاط؟ هو انا شفت النوم بسببك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه عبد الله بتحاسبني عليا بدل ما تشكرني؟ اكملي كنت صريح معاك يعني؟ يا اخي اضحك عليا يا اخي. اضحك عليا. واكدب عليك ليه؟ اكدب عليا. اكدب عليا ده انا عمال ابرم في الشقه طول الليل. ده انا خدمت القران 3 مرات. طب اديني عملت فيك ثواب يا عبد الله. يا اخي منك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده عفريت ده ولا ايه؟ انا عارفك، انا عارفك يالا، وانت انا عارفك بشوفك. انتوا حراميه الشقه جايين تقشطوا الشقه بتاعتي. حراميه ايه يا عم انت؟ ده عبد الله بيه جاركو الجديد، ده يوزنك فلوس. عبد الله بيه؟ طب ما انت بتكذب اهو، ما انت بتكذب اهو. ما قلتليش تدي الشقه ما فيهاش عفريت ليه؟ ما تقلقش، انا هصارحك بكل حاجه عبد الله بيه. هي ليه الصراحه بقت واكلاكوا كلكم؟ محدش عايز يكذب عليا ليه؟ ايه يا عم انت خوتنا وما عرفناش انت انس ولا جبنا اصلا. انا ابو سماح اللي ساكن في الشقه اللي قصادك دي. وعارف الراجل ده انتحر ليه؟ مراته كانت بتولع بابور الجاز، هب في وشها ماتت محروقه. قام شنق نفسه. ايه انا بقى عفريتين اتنين. يا ريت اجت على كده وبس. ايه بقى تاني؟ عارف عياله السته عارفوا اللي حصل لابوهم وامهم؟ جم طالعين على سور البلكونه ومسكوا في ايدين بعض وهوب انتحروا. اللهم صل على النبي. طب استاذ انا فين يا جزمي؟ سيبوا عبد الله بيسيبوا خلاص.